أولا أنا اليوم سعيد أن المهندسين الأردنيين عمالوا بتوجهوا لمراكز الاقتراع اللي قامت نقابة المهندسين الأردنيين الآن بإيجادها في كل محافظات المملكة تمشيا مع اللامركزية اللي بتنهجها نقابة المهندسين وهي خدمة المهندسين الأردنيين في أماكن تواجدهم. اليوم إحنا الحمد لله لدينا انتخابات في كل محافظات المملكة من الشمال وحتى الجنوب ومن الشرق حتى الغرب ومن خلال 31 صندوق، وبالتالي سير العملية الانتخابية الآن بتتم بسهولة ويسر. نقابة المهندسين كانت وما زالت وستبقى بتقوم بعملية الانتخابات وإدارة الانتخابات بعملية احترافية من عدة زوايا. الزاوية الأولى أنه عملية الفرز بتتم الآن راح تتم من خلال نظام إلكتروني، وبالتالي راح يسهل الآن إخراج النتائج بالسرعة الممكنة. اثنين، نقابة المهندسين وفرت أماكن لانتخابات المهندسين وبصورة سهلة وميسرة بكل محافظات المملكة سواء الكبرى أو يعني جميع المحافظات على امتداد وطننا العزيز. الهيئة العامة لنقابة المهندسين انتخبت لجان للإشراف على هذه الانتخابات، كما أنه معالي وزير الأشغال العامة اليوم يعني سمى مندوبينه كمراقبين لهذه العملية. أنا بعتقد اليوم المهندس خلال فترة لا تتجاوز الدقيقتين بتمكن أنه يدي بصوته، وكذلك الأمور اللوجستية اللي وفرتها النقابة من خلال تسهيل العمليات كافة سواء إيجاد مواقف سيارات أو دخول الناخب إلى مراكز الاقتراع المختلفة بتتم عملية سهولة ويسر وبساطة وباحترافية عالية. أنا بأكد أن نقابة المهندسين هي مدرسة في إدارة العملية الانتخابية وعماله، ولذلك كثير من المؤسسات الوطنية عمالها بتطلب خدمات نقابة المهندسين في إدارة انتخاباتها. وبتأمل اليوم من المهندسين أن يتوجهوا بكثافة بعد صلاة الجمعة المباركة إن شاء الله لإداء بأصواتهم ويعني والتصويت لمجلسهم القادم. لا يوجد أي مشاكل مطلقا، وأنا بعتقد العملية زي ما أنت شايف سهلة ويسيرة، والمهندسين عمالوا بجاذب أطراف الحديث وبكل سهولة وبيسر وبصوته بصورة سريعة.